مميزة في ميدان متميز دائما في عالم السباقات وفي عالم التراث وفي العالم الساحر عالم سباقات الهجن. نعود إلى المركز الأول إلى صدارة الشوط إلى الشايبة إلى شعار أحمد بن راشد. دسم المنصوري يتقدم ويتحرك بهذا المستوى الجميل. هنا على المركز الأول ولكن بدأت الحركة وبدأ الانطلاق من منحاف لسعيد بن محمد بن مبارك الخيلي من يأتي على المركز الثاني في هذه اللحظة. بينما انتقل إلى المركز الثالث فمن أجد هنا منحاف ماجد بن سيف بن طماش المنصوري مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع مصيحة لسالم بن حمد ضد ليله العامري بالمركز الرابع. بينما المركز الخامس هذه القادمة المايدية مطر بن عبد الله برفيع الفلاسية ياتي مع المركز الخامس والمركز السادس. وصلت شواهين وتقدمت لخليفة بن محمد بالويع الخيلي ياتي مع شواهين القادمة في هذه التحدي والقادمة في هذا المستوى الجميل في تحديات هذه الرياضة رياضة سباقات الهجن. ولكن القادمة بالمركز السابع وصلت في هذه اللحظات وتحركت شديدة لراشد بن بطي بسلمة المنصورية على المركز السابع وثامن المراكز الشاهنية لضحي بن مبارك بضحي الاكتبياتي مع المركز الثامن. وتاسع المراكز القادمة غزلان المتحركة بشعار سيف بن احمد الخزع العامري وعاشر المراكز. فالملاحقة تاتي في هذه اللحظات من هملولة لعبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي. هذا النداء الثاني للمراكز العشرة الاولى المتقدمة في هذا المستوى في هذه الانطلاقة في هذه التحديات الجميلة مع سن الكبار مع سن الكبار مع 8 كيلومترات مع هذه الرياضة العربية الأصيلة. هذه سفن الصحراء هذه الهجن التي تسير في المستويات الرائعة في المستوى المتميز في الانطلاقات المتتالية في هذا الانطلاق الجميل. لكني بعود إلى التغيير إلى منحاف اللي غيرت إلى المركز الأول اللي غيرت إلى الصدارة وانتزعت المركز الأول. يقدمها لنا سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي الخيلي الخيلي. هنا ينطلق الخيلي ويتحرك بانطلاقات أبناء الخزنة أبناء الخزنة خزنة النواميس. هنا تأتي بهذه الأبطال تأتي بهؤلاء الأبطال الذين يتقدمون في عاصمة الميادين وفي جميع الميادين. المركز الثاني هنا الشايبة 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 اللي شبت وشابت على هذا المستوى الرائع. يقدمها أحمد بن راشد بن محمد بسم المنصوري ابن المستحيل. يتقدم هذا الأصيل يتقدم في هذا المستوى الجميل يتقدم في هذا المستوى الرائع والمتميز مع الشايبة. انتقل الى المركز الثالث ومن اجد القادمون المتحركون المحاربون من اجل الناموس والانتصار. هنا ياتي الشاهنية بشعار ضحية بن مبارك بضحية الاكتبي على المركز الثالث. ورابعا منحاف لماجد بن سيف بن طماش المنصوري يتقدم ايضا وشواهين القادمة لخليفة بن محمد بن لويع الخيلي. ولكن المركز السادس مصيحة لسالم بن حمد بالدليلة العامري
الحريري وصلكم بالدليلة وانت ما فيك حيلة، لكن متى بنقول في هذا الشوط ما فيك حيلة يا بالدليلة؟ الله المنافسة قوية، المنافسة متميزة، والتحديات رايعة للقاية هنا في هذا المستوى الجميل. المايدية مطر بن عبد الله بن رفيعة الفلاسيات هنا في هذه اللحظات والوصول الآخر. يا جماعة اشتدت المنافسة، اشتد الصراع والنزاع. ناصية قادمة لعوض بن سويدان، بن عبيد العامري وصل بن سويدان يهز الميدان، يهز الميدان بانطلاقة ناصية وانطلاقة كذلك القادمة. هذه نظرة نظرة منك تكفيني. هنا تقدمت نظرة لحمود بن هدوب بن سعيد العمري، وصل بن هدوب يتجاوزهم بالدوب، يتقدم مع نظرة ولكن بن حمدشة صامدا صمود الجبال السود، صامدا بن حمدشة يقدم لنا المستوى الرائع على المركز الأول مع من حاف اللي على المركز الأول. يقدمها سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي هنا مع المركز الأول، بن حمدش على الصدارة وبالسم على المركز الثاني، أبطال من أبطال هذه الرياضة. هنا الشايب أحمد بن راشد بن محمد بسم المنصورية، والله الله بدأت المنافسة. وصل بن حمودة وصلت سمحة محمد بن غانم بن حمودة الظاهري راعي هملولة ياكم هنا في هذه اللحظات على المركز الثاني. المركز الثالث ناصية عوض بن سويدان بن عبيد العامري يوسلوم، وتحركت وتقدمت نظرة حمود بن هدوب بن سعيد العمري. من السعيد في هذا الشوط، في هذا المستوى، في هذه المنافسة. بن حمدش بن هدوب وبن سويدان وبن حمود يعود من جديد. يا هذه المنافسة القوية يا جماعة، يا الأداء الكبير، يا الأداء المثير. لكن بن حمدش يطير بالسلام، وبن حمودة يحاول في اللحظات الأخيرة، في اللحظات المثيرة، لكن أبناء الخزنة بن حمودة ولكن بن حمدش. تهانينا والناموس لمالك بن حاف سعيد بن محمد بن حمدش الخيلي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني سمحة لمحمد الغانم بن حمودة الظاهري، أدت عرض رائع تشكر عليه. المركز الثالث نظرة لحمود بن هدوب بن سعيد العمري. المركز الرابع كانت هناك سليل لأحمد بن غانم بن علي المنصوري، والمركز الخامس كان مع ناصية عوض بن سويدان بن عبيد العامري. إذا متابعين الكرام، منافسات وتحديات هنا في هذه اللحظات الجميلة، وكانت منحات لسعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيري هو من انتزع شوط الختام في مهرجان اكتبوا، ختمها بن حمدش ما شاء الله. 12 دقيقة 56 ثانية وجزءا واحدا من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار الجميل لمالك من حاف سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيلي. المركز الثاني 12 دقيقة 56 ثانية، 9 أجزاء من الثانية اللي هي هناك سمحة لمحمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري، أدت عرض رائع تشكر عليه ويشكر مالكها ومضمرها. المركز الثالث 12 دقيقة 57 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية اللي هي نظرة لحمود بن هدوب بن سعيد العمري، كانت في صلب المنافسة حتى